أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني يا أرحم الراحمين، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. وكأن السماء اختارت له هذا الشهر الكريم ليولد فيه، وتلك الأسرة الصالحة لينشأ في كنفها، يغمره الصفاء والحب والعلم ليصل به إلى تلك المكانة المتفردة. إنه شيخ الصوفية الأكبر محي الدين بن عربي. رب هب لي من فضلك وريثا تقيا نقيا ورعا عارفا بك، يكون لي ولوالدته قرة عين، وأنت خير الوارثين. فسميته محمدا، ووضعته أمه في 17 من شهر رمضان الكريم. عندما وقعت عيناي عليه لا أعرف هل تملكني شعور بأنه ذو شأن عظيم، أم أنها كانت مجرد أمنية والد، ولكني وجدت لساني يردد: ستكون يا بني بإذن الله عزا لي ولبني طيء أجدادك العرب. شيخ الأكبر محي الدين ابن عربي يمثل حالة فريدة جدا، ليس فقط في التاريخ العربي الإسلامي، وإنما في التاريخ الإنساني. هذا الرجل يمثل هذه الوحدة الحضارية بين شطري البحر المتوسط، الذي كان خلال 3000 سنة هو محور الحضارات البشرية. لهذا يجب أن نتتبع هذه الرحلة عبر شطري المتوسط منذ عام 560 للهجرة، الموافق 1165 للميلاد، حينما ولد هذا الطفل في مدينة مرسية على الشاطئ الشرقي للأندلس، مدينة مطلة على البحر المتوسط، وبناها أحد الأمراء الأمويين في بداية الحكم العربي هناك. أجواء تسودها الصراعات السياسية، يعانقها ازدهار في العلوم والآداب والعمارة، في ظل حكم الموحدين في المغرب وسلطان الأيوبيين في المشرق العربي، بينما كانت قوى أوروبية متربصة بالوجود العربي بالأندلس. في تلك الأثناء يرحل الصغير في صحبة أسرته إلى أشبيلية، عاصمة الأندلس آنذاك. رحلة عبر الزمان والمكان غرست بذور التأمل داخل الصبي، فبدأ يلاحظ أن الأشياء جميعا تتغير من حوله، فزاده ذلك ولعا مبكرا بالبحث عما هو ثابت في هذه الحياة. وفي أشبيلية عاصمة الأندلس دولة الموحدين آنذاك، تعلم علوم وفنون عصره، تعلم القرآن واللغة العربية والفقه والحديث وعلوما ومعارف شتى. في سن مبكرة أحب المعرفة، فأخذ يطالع فكر من سبقوه كابن حزم والفارابي وابن سينا وابن رشد وإخوان الصفا. يقول ابن عربي: لا يؤخذ العلم إلا ممن يعمل به. تميز بخصيصة كتير يعني ملفتة للنظر وتكاد تكون نادرة في تاريخنا الفكري، أنه تعودنا أنه العالم يتعلم ويأخذ عن العالم الأشياء النظرية،
هو محي الدين ابن عربي لما أخذ عن العلماء عصره، أخذ الكيفيات، أخذ النواحي العملية، كان يتعلم كيف يتلقى الإلهامات، كيف بيمارس التوكل، كيف بيمارس العبودية، يعني تعلم الممارسات. وهذه مسألة أنا بعتبرها كتير نادرة. يقول ابن عربي: لا ينال غاية رضاه إلا من خالف نفسه وهواه. كما أحب العلم المسطور في الكتب أحب العلماء، فسافر كثيرا يبحث عنهم، فاكتشف أثناء الرحلة أنه أحب السفر في البلاد ربما أكثر من أي شيء في هذه الحياة. طاف ببلاد الأندلس والمغرب العربي والتقى الكثير من علماء عصره. التقى بابن رشد، بس كان ابن رشد يعني في عمر الاكتمال، وكان لسه ابن عربي في عمر الصعود، يعني كان بعد لا يزال يتفتح يعني على المعرفة وعلى العرفان الصوفي. وإنما ابن رشد سمع به وكان صديق لوالده، فطلب من والده أنه يعاين هذه الحالة. وكان لقاؤه بابن رشد من أهم ما وقع معه في بداية حياته، ودار بينهما حوار مهم. ابن رشد سأل ابن عربي: يعني هل وجدت الحال عندكم كما هو عندنا؟ يعني هل أنه يعني المعرفة الكونية ومعارفنا كلها بالله وبالإنسان وبالحياة وبالموت وبكل هالمعارف اللي الأسئلة الإنسانية الكبرى، أنه هل هي بالتصوف اللي أنت شفتها بالفتوحاتك ومشاهداتك النتيجة هي نفسها اللي نحن وصلنا لها بالعقل؟ قال له نعم. فسر ابن رشد أنه نعم، أنه نفس المعلومة وصلنا لها. قال له ولا. ليش كلمة ولا؟ لأنه هذه المعرفة إلهامية عند أهلها أكثر ثقة ومصداقية من المعرفة اللي هي فكرية. معرفة في الحقيقة يمكن الآن أن نضعها في محورين: المحور العقلاني والمحور العرفاني. المحور العقلاني خير من يمثله في تاريخنا الحضاري ابن رشد. طبعا العقلانية تعني أن ما يؤمن به الإنسان عن طريق الملاحظة والتجربة والاستنتاج والتحليل هو الذي أخذ به. في المحور الآخر في الحضارة العربية، المحور العرفاني. المحور العرفاني يقوم على الجانب الوجداني الروحاني السامي، ولهذا نجد أن خير من يمثل هذا الجانب هو معاصر ابن رشد، الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، وهو كما ذكرت ملخص لكل التيارات الفلسفية الصوفية في الحضارة الإسلامية، وكل من جاء بعده لم يستطع الوصول إلى مستواه كقمة في فلسفة التصوف. وكأن الطريق بدأ يتشكل بوضوح أمام عينيه، وأصبحت رحلته بين البلاد إنما هي رحلته الداخلية. هذه الرحلات كان يرافقها دائما رحلة داخل الوجدان، داخل العرفان، داخل النفس. هذه الرحلة كانت عبارة عن أسئلة يطرحها محي الدين ابن عربي ويحاول الإجابة عليها. ولهذا حينما يلخص في أخريات حياته هذه التجربة الثرة الفذة الغنية في الأبيات المشهورة: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وكعبة طائف وبيت لأوثان، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يبدأ في رحلة وجدانية عميقة يرى معها الأحلام بأشكالها المختلفة،
ويقول بأنه رأى في حلمه أكثر من مرة الرسول الكريم، ورأى أنه يتزوج بنجوم السماء نجمة فنجمة. وهذه حالات لا تحصل إلا للمتصوفة في أرفع درجات التصوف. لم يطل المقام بمدينة إشبيلية، نرى الفتى يتنقل عبر كل المدن الأندلسية ويعبر المضيق ليزور بلاد المغرب غير مرة، ذاهبا آيبا إلى الأندلس. نراه في مراكش، نراه في فاس، نراه في طنجة، ونراه في تلمسان. وفي تلمسان التقى وشيخه العارف بالله القطب الغوث أبي مدين شعيب، وكان من أبرز الصوفية في زمانه، وله مكانة متميزة بين أقطاب الصوفية، وكان وليا مربيا. فحدثه عن الإخلاص قائلا: يا ابن عربي، الإخلاص ما خفي على النفس درايته، والملك كتابته، والشيطان غوايته، وعلى الهوى إمالته. يقول ابن عربي: الشيخ من حمل عنك المشقات وأدخلك منازل القربات، الشيخ من نقل اسمك ومحى رسمك، الشيخ من أمات نفسك قبل أن تموت وجال بروحك في عالم اللاهوت والملكوت. وحدثه عن الزهد والذكر وأعطاه مفتاح الطريق قائلا: ستكون شيخا للعارفين يا ابن عربي. سمي الشيخ الأكبر لأن التصوف الإسلامي هو عبارة عن نوعين. النوع من التصوف يقوم على المجاهدة والرياضة. هذا التصوف المبني على المجاهدة والرياضة إلى حد ما بدأ بالقرن بنهايات الأول الهجري وبدايات الثاني مع الحسن البصري. هذا النوع اللي هو مجاهدة ورياضة، يعني أكمل صورة له ظهرت عند الإمام الغزالي، عند أبي حامد الغزالي. فهو بيمثل علوم الدين وبيمثل الصوفية في جانبها الاكتسابي، يعني أنا بكتسب، أنا بتصوف، أنا بريد أتصوف، فبمارس رياضة ومجاهدة. أما بالنسبة لمحي الدين ابن عربي فهو كان دون 20 لما بدأت الفتوحات وبدأت إلهاماته. فالنوع الثاني من التصوف هو مبني على العطاء الرباني لإنسان بأنه يكون في عنده هالإلهامات هالفتوحات، يعني يصير عنده رؤية مختلفة، في شفافية، يرى أشياء يمكن نحن أو يلهم فيها عند قراءة القرآن، نحن لا تأتينا هذه الإلهامات. فالنوع الثاني من التصوف المبني على الفتوحات والإلهامات أكمل صورة تاريخية لأن هي بالقرن السادس الهجري مع محي الدين ابن عربي. هو يفهم أن مفهوم الزهد إنما هو الزهد فيما سوى الله، أي الذي يتحقق بالزهد فيما سوى الله، وهو يرى أن ما سوى الله هو في حكم العدم. عندما ينظر إلى قلبه ينبغي أن لا يجد فيه غير الله. نعم، هو بجوارحه، بجسمه، ببدنه، بذهنه يتعامل مع الأسباب، يتعامل مع الأشياء، لكنه عندما ينظر إلى روحه، عندما ينظر إلى قلبه، لا يجد في قلبه إلا الله. هذا هو مفهوم الزهد عند ابن عربي. إن رحلته ولأول مرة تتجه شرقاً، فقد خرج قاصدا الحج، ولكنه لن يعود إلى الأندلس، بل سيرحل فيما بعد مستكشفا المشرق العربي بعد أن جال مغربه ذهابا وإيابا. كان في 38 من عمره في ذلك الوقت،
الغريب أن هذا العام هو نفسه عام وفاة ابن رشد الفيلسوف الكبير جدا. وفي طريق الرحلة يروي لنا الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي فيما بعد أنه شاهد جثمان ابن رشد محمولا على جمل، وفي طرف الجمل الجثمان وفي الطرف الثاني أحمال الكتب التي كتبها ابن رشد. يقول ابن عربي: لا يبرز اسم الله إلا لمن تبدلت أرضه وسماه. ويقول: كل عبد عبد نفسه إلا من استخلصه الله لنفسه. وجد ابن عربي النور في العبادة، ووجد القرب في النوافل، فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا، وليس خلقا بهذا الوجه فادكروا، جمع وفرق فإن العين واحدة، وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذر. وحدة الوجود عند ابن عربي تعني أن الله سبحانه وتعالى الحق واجب الوجود واحد، وأن ما سواه هو في حكم العدم، أي أنه مستند إلى قدرة الله تبارك وتعالى، بمعنى أننا لسنا مع من يقول بالحلول والاتحاد كما يتوهم البعض، بل إن ابن عربي يصرح في كتبه بأنه ضد الحلول وضد الاتحاد، وهو الذي يقول: من قال بالحلول فهو معلول، فإن القول بالحلول مرض لا يزول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. ويؤكد دائما على عدم المناسبة بين العالم ومكونه سبحانه وتعالى. عندما نقول لا إله إلا الله معناها لا موجود حقيقي غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن يفهم مفهوم وحدة الوجود عند الشيخ الأكبر على أن الوجود الذي نراه هو الله سبحانه وتعالى أو هو الحق، وإنما الذي أراد أن يقوله فيما يبدو أراد أن يقول أن الوجود الحقيقي وجود واحد لا موجود حقيقيا إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الصوفية: من ليس وجوده من ذاته فوجوده عين المحال. بالله جد يا فالق الإصباح إذا الشوق لاح، من ذبت فيه من شدة الوجد لقد قررت عينا به وحدي، وبحت بالغرام عسى يجدي عند الذي يجود بالأفراح من أهل السماح. يقول صراحة بأنه الله يعني هو الوجود، يعني والوجود واحد لا يتعدد، والإنسان وكل الكائنات ما شمت رائحة الوجود. لهالسبب نحن حتى نبقى موجودين محتاجين مفتقرين إنه الله سبحانه وتعالى يخلقنا باستمرار. يعني نحن في كل دقيقة في كل لحظة في كل آن نحن من طبيعة، يعني جوهرنا عدم وطبيعتنا عدم، فكل لحظة نحن بالعدم نخلق في كل آن، وفي كل آن نعود إلى العدم لأنه نحن لا نمسك الوجود. عندما نلاحظ أن الدين الإسلامي له أركان ثلاثة: ركن إسلامي وركن إيماني وركن إحساني، فنحن في الركن الأول الركن الإسلامي في الإسراء، في الحركة الأرضية، في المعاملات، في حركة البدن. لكننا عندما نتحدث عن ركن الإيمان فنحن نتحدث عن تصديق بغيب، إذن لابد من عروج. وعندما نتحدث عن الإحسان نتحدث عن صلة بالله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإسراء يمثل رمزية إسلامية شرعية فقهية، وأما المعراج فإنه يمثل رحلة معرفية. استقر به المقام في مكة، ولعل هذه الرحلة كانت ذات أثر بالغ في حياته، فالتقى بعلماء مكة
فقد ذاع صيته عندهم قبل وصوله. كانت مكة بالفعل أهم محطات الطريق، ومنها انطلقت أولى كلمات أسفاره التي نظمت على مدار 40 عاماً في كتاب من أهم ما أنتجته الحضارة الإنسانية في مجال الفكر والفلسفة، وهو كتابه الأشهر الفتوحات المكية. إذا فتحنا الفتوحات المكية اللي بدأ كتابتها في مكة نفسها، حتى اسمها الفتوحات، يعني مثلا هي مسائل منها منقولات من الكتب، ومنها عبارة عن أشياء بحثية بقدر ما هي إلهامات ونوع من يعني فتوحات روحية. هو أكبر يعني كتاب كتبه مرتين، عبارة عن 4 مجلدات يعني كبيرة الحجم، وعلى الكتاب القديم بدون نقطة بدون فاصلة بدون حركة. نشأت صداقة بينه وبين الشيخ مكين الدين الأصفهاني والي مكة، وخلال هذه الصداقة يتعرف على ابنته النظام التي عرفت في شبه الجزيرة آنذاك بعلمها وشدة حسنها. ألهمته هذه الحياة الجديدة ديوانه الشهير ترجمان الأشواق الذي أهداه إلى النظام. قالت: عجبت لصب من محاسنه يختال ما بين أزهار وبستان، فقلت: لا تعجبي مما ترين، فقد أبصرت نفسك في مرآة إنساني. ابن عربي بيعطي مكان كتير مهم للإنسان، وهي أنا برأيي الشخصي أنه هذه ميزة، وخاصة بهالزمن أنه بعد ما ظهرت فلسفات قللت من قيمة الإنسان، وشفنا أنه مثلا أصل الإنسان ممكن حتى ما يكون أصله إنسان، يعني ممكن يكون أصله بالأجناس الثانية، وهالنظرة للإنسان اللي كتير فيها استهلاكية وتشييء للإنسان وكل هالأمور، فبالتالي أنه رؤية للإنسان بتعطيها هالقدسية نحن محتاجينها يعني بهالزمن، لأنه بتصير تنظري للآخر تنظري له بقدسية. فالمسألة أنه الإنسان الصوفي والمفكر الصوفي والمسلم الصوفي يأخذ عن المرأة كما يأخذ عن الرجل، لا يفرق بالمشيخ بين المرأة وبين الرجل، يعتبر الإنسان عبارة عن ذات تتخطى الأجناس تتخطى الذكر والأنثى، فكل من وجد عنده العلم اللي هو ضالته بياخده عنه. خدم هالعالمة الإشبيلية حوالي 2 سنين، هو لم يخدم عالم بحدود 2 سنين إلا هذه السيدة الإشبيلية فاطمة بنت المثنى. ابن عربي يمكن ما التقى بحياته بسيدة وصلت لمرتبة القطبية، وإنما هو صرح أنه كل المراتب الروحية مفتوحة أمام المرأة حتى مرحلة القطبية. لم يمنعه طعم الاستقرار في مكة الحبيبة إلى قلبه من مواصلة الرحلة شرقا، ولكن هذه الرحلة بدا وكأنه يعرف غايتها، فزار بغداد والموصل والتقى الشيخ ابن جامع وشهاب الدين السهروردي، وزار مصر والتقى بمتصوفيها، فاجتمع بالصباغ وذنون المصري وابن الفارض، وقابل العادل الأيوبي الذي استوعب ما قاله ابن عربي في وحدة الوجود، ودافع عنه أمام المتشددين من رجال الدين الذين رفضوا حتى مناقشة الرجل واكتفوا بالهجوم عليه. شخص له مثل هذا الألق، مثل هذا النماء، مثل هذا الازدهار، مثل هذه القوة الفكرية التي تحاول أن تقدم صورة للوجود والحياة وتتحدث عن الغيب،
لا بد من أن ينالها الضيم الكثير، لأنها لم تبقى عندما هو مألوف، وإنما رادت مناهل بعيدة في المستوى الفكري. اهتمام الناس بالشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الحقيقة هو اهتمام عالمي واهتمام كبير جدا، وهناك مؤسسات في أكثر من دولة على مستويين، مستوى أكاديمي في الكليات في أقسام الفلسفة والآداب، ومستوى جمعيات أهلية، جمعيات مجتمع مدني. هناك جمعيات كثيرة اسمها جمعية أصدقاء الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي. هذا الفكر العرفاني ترك أثره فيما بعد بشكل واسع جدا في المتصوفة المسلمين، وهم أسماء كثيرة جدا، من أبرزها جلال الدين الرومي التلميذ المباشر للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، ومن جاء بعده من متصوفة. ولكن المهم في الموضوع هو أثر الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي في الفكر العالمي، وأول من تنبه إلى ذلك مشكورا هو المستشرق الإسباني أثين بلاسيوس في النصف الأول من القرن العشرين، وألح بشكل موثق على أن دانتي في الكوميديا الإلهية، دانتي الإيطالي، قد تأثر بشكل واضح بالشيخ الأكبر محي الدين بن عربي من جهة، وبقصة المعراج الإسلامي في نسختها الأندلسية من جانب آخر. يتم التعاطي مع ابن عربي كمفكر للإنسانية، وبشكل عام يعني ممكن يدخل على النص ابن عربي أي إنسان مهما كان توجهه أو جنسه أو عرقه أو أديانه، ممكن يلاقي جواب على أسئلته فيه. هل قد استطاع النص ابن عربي يعني يحافظ على خصوصيته بنفس الوقت يمس ما هو جوهري وإنساني وعالمي وعام؟ وتستمر الرحلة حتى تتأكد أن هذا الرجل لن يمكث أبدا حتى الموت، ولكنه يفاجئنا بأنه كما ارتحل كثيرا ما يقرب من 40 عاما، مكث حوالي 18 عاما في دمشق يدون رحلته ويستكمل رسالته المكتوبة التي فاقت في قيمتها حدود الخيال، فبلغت أكثر من 900 مخطوط ما بين كتاب وديوان شعر ورسائل لم يحقق ويطبع منها سوى 200 حتى اليوم، يتدارسها أهل العلم والثقافة والفقه والفلسفة في العالم كله. كانت دمشق محطته الأخيرة وكانت مثواه الأخير، فمقامه بها قد طاب له، ولكل زائر من شتى بقاع الأرض يأتي لضريح الشيخ الأكبر. يقول جلال الدين الرومي واصفا مقام الشيخ الأكبر: هناك في جبل صالح كنز من الجواهر، ونحن نحب دمشق ونهيم بها لوجود هذا الكنز بها. انتقل إلى الرفيق الأعلى في عام 638 من الهجرة، تاركا زخما من التراث المعرفي، فلا نستطيع أن نصف نتاجه الصوفي الإسلامي بأنه مذهب فلسفي، ولكننا لا نستطيع أيضا أن نمحو من أثره صفة الفيلسوف التي رفضها هو نفسه مبكراً.